أعلن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري رامي الناظر أنه يجرى التنسيق لاستقبال مساعدات إنسانية دولية مخصصة لقطاع غزة عن طريق البحر بجانب مواصلة استقبال المساعدات جوا وبرا. وأوضح المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري أن قطاع غزة ما يزال يحتاج إلى كثير من المساعدات، لافتا إلى أن ما تم إدخاله إلى القطاع يعد نقطة في بحر من احتياجات الفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى إعداد نقابة أطباء القاهرة فريقا طبيا كبيرا استعدادا للدخول إلى القطاع في حال توقف العدوان الإسرائيلي.